يعولك على حدود التعليم بأترك بهذا اللقاء. ولا حاجة في المنتصف إبوة كده بشكل خاطئ اللي عدد معنا كونترول ممتاز من أحمد فاضل، عملية الدوران من أحمد فاضل، عملية الكبرى من كل شيء هذا بحسام حسام حسام جاء دوران جول من أفضل بصرة، جول لفرسة الجنوب، حسام جاء دوران، حسام جاء دوران يسجل هدف ثاني أو هدف أول، عذرا هدف أول لفريق نفط البصرة، وهدف الثالث هدف الثاني بعد ما سجل في ضمن عمارة بغداد. النتيجة الكبيرة اللي حققها على فريق عمارة بغداد اللي خسر أيضا عصر هذا اليوم أمام فريق الحدود بهدفين لهدف. إذن حسام جاد الله يسجل هدف أول لنفط البصرة وهدف الثاني خلال هذا الموسم بقميص نفط البصرة، بقميص نفط البصرة حسام جاد الله، حسام جاد الله يسجل هدف أول في الدقيقة لفريق نفط البصرة على حساب نفط الوسط. إذا الضيف يبدأ التسجيل في مرمى المستضيف، لاحظ الإعادة والتمركز الخاطئ للاعبي فريق نفط الوسط، استغل حسام جاد الله ومن بهذه الطريقة رغم أن كان حارس المرمى هاني شاكر، هاني شاكر يتحمل جزء كبير من دخول هذا الهدف. هاني شاكر بهدف فريق نفط الوسط عن طريق حسام جاد الله، عملية الهجوم الآن أثير جهة اليسار ممكن الآن نفط البصرة لو سجل ثاني، خلاص لو سجل ثاني هدف ثاني نفط البصرة، خلاص خلاص نفط البصرة يسجل هدف ثاني وأثير. كانت بغداد ونادي النفط لحساب الجولة الثامنة بعد ما تركنا الشوط الأول ينتهي بالتعادل سلبا من دون أهداف، أتينا للشوط الثاني، شوط المدربين، شوط التكتيك وشوط التكنيك لمباراة اليوم ولقمة هذا اللقاء ما بين أمانة بغداد والنفط في مباراة اليوم. نترقب وننتظر أحداث هذه المباراة. يا ترى ستأتي الأهداف بالنسبة لنادي أمانة بغداد أصحاب الأرض وبملعب الأمانة، أم ستكون الأهداف للفريق الذي حل ضيفا بهذا الملعب؟ نادي النفط يبحث عن النقاط الثلاثة لمباراة اليوم، والكرة بالرأس بعد ما غادر أرضية الملعب فاضل كريم وإشراك اللاعب أفولابي أوكيكي وكذلك أيضا إشراك اللاعب وليد كريم لكتيبة المدرب باسم قاسم، عدت للأمام والإبعاد يأتي تتخلص هذه الكرة بالرأس وغادرت أرضية الملعب. محاولات مستمرة بالنسبة لنادي النفط وهنا التقدم لنادي أمانة بغداد. هذا اللاعب محمد أوتارا الموريتاني، نشاهد متعة هذه المباراة. أوكيكي النيجيري مثل نادي نوروز وهنا المحاولة مستمرة، وهذا اللاعب وليد كريم أيضا كابتن الفريق اشترك في الشوط الثاني وفي بداية الشوط الثاني لهذه المباراة. وأيضا نترقب ونشاهد هل ستكون هناك تغييرات بالنسبة لنادي أمانة بغداد. فالاثنين يطمحون لتسجيل الأهداف والبحث عن النقاط الثلاثة من أحمد صبري، وحاول أحمد صبري في الجهة اليسرى والعرضية من أحمد صبري ويأتي الإبعاد من حسين، تبعد الكرة من مصطفى فلاح وللأمام بوسط الملعب، تسديدة من أحمد لكن بعيدة يا أحمد نعيم وغادرت أرضية الملعب. تسديدة أحمد نعيم تغادر أرضية الملعب طويلة، عادتنا للاعب محمد موسى للأمام من محمد موسى باتجاه صفا لكن أبعدت من حسين طارق وبوسط الملعب تتخلص من حسين. هذا هو اللاعب أولاتيو يعقوب يحاول بالضغط على دفاعات نادي النفط، عادت من سامسون دير، سامسون دير يلعبها هناك باتجاه اللاعب إسماعيل، من إسماعيل وانقطعت أولاتيو يعقوب، تمريرة أولاتيو لنبيل، نبيل محاولة العبور، تمريرة نبيل وصلت لجاسم بينما جاسم حاول حتى غادرت أرضية الملعب وطالت على اللاعب جاسم محمد، ضاعت على اللاعب جاسم محمد وغادرت أرضية الملعب وصلت للاعب إسماعيل، إسماعيل لأحمد صبري، صبري يمشي بهذه الكرة من إسماعيل، أوكيكي أفولابي، قرر الكرة للاعب أحمد صبري وانقطعت من أحمد، والخطأ هنا لمصلحة هذا اللاعب بالقميص رقم 11
هذا محمد موسى الواضح بالصورة مثل الطلبة ومثل نادي النجف والسماوة ونفط ميسان. والآن مع نادي أمانة بغداد أحمد نعيم على التنفيذ لهذه الكرة الثابتة. شاهد توجيهات الكابتن باسم قاسم وأحمد نعيم هو على التنفيذ. ركلة حرة مباشرة لنادي النفط من النفط ومن أحمد نعيم. نفذ هذه الكرة وبالرأس ارتدت محمد أوتارا والإبعاد، وهناك صافرة لحكم المباراة وكذلك اللاعب البديل أفولابي أوكيكي. يعترض سلامة اللاعب أيمن الزيج. أيمن يشكو من إصابة، تعرض لإصابة في الشوط الأول وأيضا الآن يتعرض لإصابة. سلامة للاعب أيمن الزيج، واحد من اللاعبين المميزين في صفوف نادي أمانة بغداد. ذكرنا نادي أمانة بغداد لعب 7 مباريات، فاز بمباراة واحدة منذ انطلاق الدوري وحتى الآن، بينما خسر 5 مباريات وتعادل بمباراة واحدة. نترقب ونشاهد برصيده 4 نقاط فقط، استقبل الشباك 10 أهداف بينما سجل 4 أهداف. عادت بوسط الملعب للأمام، هنا بالوسط من نبيل تقطع ومن كرار ماشية للأمام، وهناك اللاعب أحمد. من أحمد يأتي الإبعاد، حسين طارق وأحمد نعيم في خط الدفاع لنادي النفط. في الجهة اليمنى أحمد نعيم وفي الجهة اليسرى هذا هو حسين طارق واللاعب سامسونج دير، وهنا التسديدة وكذلك اللاعب محمد أوتارا. هذا نبيل صباح اللاعب الخبرة وكابتن الفريق، حاول بالشوط الأول بتسديدة قوية والآن حاول لكن بعيدة وخارج أرضية الملعب. أمانة بغداد يبحث عن النقاط 3 بمباراة اليوم. مصطفى طارق للأمام، طويلة من مصطفى طارق بالرأس تتهيأ وعادت مرة أخرى. أوكيكي يحاول من أوكيكي لأحمد صبري، أحمد صبري ماشي بالكرة من صبري، هذه مرة الكرة لحسن داخل وتسديد بعيد بعيدة 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 يا أحمد صبري، بعيدة عدت على مرمى الحارس حسن جوار القائم الأيسر لكن بعيدة. لو مرر الكرة الماضية أحمد صبري لكادت تكون أجمل، لكن الاحتذار يأتي من اللاعب. لو مررها لي اللاعب أفولابي لكادت تكون أجمل وأخطر لنادي النفط. غلطة الشاطر بلف يا أحمد صبري، ونوهنا بأن تكون تسديدة المهاجم دائما إذا لم تكن بهدف تكون خطرة. هذه واحدة من الكرات الخطيرة بالنسبة للاعب أحمد صبري، ولكن غادرت أرضية الملعب يا أحمد صبري. من صفاء جبار يلعبها بوسط الملعب، نبيل صباح ماشية من نبيل، هنا المحاولة مستمرة الندية وبأقدام اللاعب أيمن الرزيج. أيمن الرزيج في الجهة اليسرى يتراجع أيمن بوسط الملعب من جاسم، ومرة أخرى انقطعت وعادت لنادي أمانة بغداد. تعود تحت أقدام اللاعب أيمن، يعيد هذه الكرة لمحمد محمد موسى، من محمد موسى وصافرة حكم المباراة والخطأ على اللاعب أفولابي. أفولابي والخطأ بعد التدخل ما بين اللاعب محمد موسى بالكرة الماضية، يدعس على قدم اللاعب محمد موسى وكانت صافرة حكم المباراة حاضرة والخطأ بالكرة الماضية. نعم محبتي حتى الآن والتعادل مستمر ما بين الفريقين سلبا من دون أهداف، لا شيء لأمانة بغداد ولا شيء لنادي النفط. للأمام طويلة هذه للاعب أولاديو، أولاديو يعقوب يسدد أولاديو وجاسم يحاول، هذه جول هذه جول، لكن هناك راية 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 المساعد ياسر هاشم المساعد الأول لحكم المباراة درجة أولى وأحد حكام الأكاديمية الآسيوية، وكذلك لدي رخصة آسيوية في الفار. سلامة للاعب أولاديو، وكان القرار للمساعد ياسر هاشم
مساعد لحكم المباراة، واحد من الحكام الواعدين، من الحكام المميزين المساعدين في دورينا، دوري نجوم العراق بالكرة الماضية، كذلك بكالوريوس تربية رياضية وإدارة هذه المباراة برفقة الدولي الدكتور أحمد كاظم. عادت من جديد تتخلص من سامسونج دير، الإبعاد حاضر سامسونج، وتمشي من سامسونج، يترك أحمد نعيم تغادر أرضية الملعب، غادرت أرضية الملعب، هذا هو أحمد نعيم يلعب الكرة الجانبية، أحمد نعيم وابي وسط الملعب، ماشي من محمد للأمام في وسط الملعب من اللاعب وليد كريم حتى وصلت لأحمد صبري، أحمد صبري يحاول المرور من بين اثنين من اللاعبين ليلعب هذه الكرة بالكعب للخلف من حسين طارق، وانقطعت، عادت من صفا جبار لنبيل صباح، نبيل بوسط الملعب ومن عمر عدنان، تعود يا عمر عدنان وتمشي من إيمرسون سانتوس من البرازيل، انقطعت والإبعاد من صفا جبار طويلة وغادرت أرضية الملعب، غادرت أرضية الملعب، ندية المباراة وقمة اللقاء ما زال حتى الآن مستمر بالتعادل سلبا من دون أهداف، لا شيء لأمانة بغداد، وهنا المحاولة من أحمد صبري تنقطع والإبعاد حاضر، وصلت حكم المباراة يطلب استمرارية لام، نعم يمشي أحمد صبري يحاول العبور لكن هناك من يعترض الطريق ويقطع الطريق على اللاعب أحمد صبري، عدي شاب أبعتها عدي، وصلت يا عدي ولنبيل، من نبيل جاسم، جاسم يلعب هذه الكرة من جاسم، ارتدت في وسط الملعب وما زالت مستمرة لنادي أمانة بغداد بهذه المحاولات، جاسم هل يخطف الكرة لكنها وصلت لمصطفى طارق قبل أن تصل لجاسم محمد، ندية حاضر، نعم تبادل الكرات الطويلة والإبعاد، يأتي شاب من عدي شاب لعب لنادي النفط واليوم يكون ندا لفريق السابق قميص رقم 14، هذا عدي شاب وهذا صفاء جبار مثل نادي الصناعة، تعود بالرأس تتخلص، هناك صافرة وخطأ، صافرة حكم المباراة والخطأ لمصلحة هذا اللاعب أحمد نعيم في وسط الملعب لنادي النفط، من النفط ماشية بأقدام اللاعب محمد يحيى، من محمد أوتارا وللأمام من سامسونج دير، والكرة بالرأس ارتدت لتعود في وسط الملعب ونقلة، الإبعاد حاضر من جديد، تعود لمصطفى فلاح لكن هنا انقطعت، والمحاولة والعبور لنادي النفط، وصلت بهذه الكرة المرتدة لكن تنقطع وتعود مرة أخرى، يخطفها أولاديو يعقوب لكن بعيدة، ضاعت يا أولاديو يعقوب، وسامسون دير يعترض النيجيري بعد التدخل بالكرة الماضية ما بين اللاعب أولاديو يعقوب مواطنه، نعم هذا نيجيري وهذا أيضا مواطنه النيجيري الآخر، سامسونج دير وأولاتيو يعقوب الاثنين من نيجيريا، هذا مدافع والآخر مهاجم، هذا يمنع زميله من العبور والآخر يريد المرور وتسجيل الأهداف، نبيل صباح يحاول، من نبيل صباح والتوغل بهذه الكرة انقطعت منه، مصطفى تعود مرة أخرى، يأتي الإبعاد من أحمد صبري، أحمد صبري تعود مرة أخرى يا أحمد صبري، هي عادت وهي تمشي من جديد بوسط ملعب أولاديو يلعبها باتجاه اللاعب جاسم، عادت من جاسم لكرار لأولاديو تنقطع، وهنا الإبعاد يأتي من محمد أوتارو، وصلت لي كرار، من كرار مرة أخرى يا صفاء وبالرأس يأتي الإبعاد تخلص أوتارو، ماشية من وليد كريم فتعود مرة أخرى لجاسم محمد، عقلة يمشي يلعب لأولاديو تتهيأ من كرار ولكن هنا الإبعاد من حسين طارق، وكرار لن يستسلم، يعود بهذه الكرة العرضية من صفاء تمشي مرة أخرى بهذه المحاولة، عدت الآن يا مصطفى فلاح، ندية كبيرة لأمانة بغداد والإبعاد حاضر، أمانة بغداد يحاولون، وهنا يأتي الإبعاد من شهاب مرة أخرى، شهاب يبعد الكرة، نعم عادت لنبيل، الآن تقدم واضح
واستحواذ بالنسبة لنادي أمانة بغداد بالبحث عن الهدف الأول، لكن الهدف الأول لا زال غائبا عن أحداث المباراة. لن يكون لا في جعبة المدرب باسم قاسم ولا في جعبة المدرب وسام طالب حتى الآن، الأهداف غائبة في هذه المباراة حتى الآن، والتعادل سلبا هو المسيطر على أحداث هذه المباراة. عايزين ننتظر بهذا الأسلوب وبهذه المحاولات الجميلة من أمانة بغداد. وأحمد صبري عدى مر صبري، ولكن هناك صافرة لحكم المباراة، صافرة حكم المباراة، وفيها تمثيل وبطاقة صفراء دون أن يرجع إلى الفار. القرار يأتي من أحمد كاظم. نعم أحمد كاظم خلال 8 مباريات وهذه المباراة التاسعة لحكمنا الدولي أشهر الكارت الأصفر، 29 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراء. وحالة التمثيل كانت اللاعب أحمد صبري نشوفه بالعادة، أحمد حاول المرور، نعم من أحمد، نعم واضحة يا أحمد، لن يكون فيها تدخل، ولكن أحمد حاول بأن يخادع المدافعين وحكم المباراة كان قريب، ودون أن يعود للفار أعطى قراره أحمد كاظم، وأشهر البطاقة الصفراء على اللاعب أحمد صبري. بطاقة صفراء على اللاعب أحمد صبري. ما زلنا نترقب ونشاهد هذه الندية بهذه المباراة. أمانة بغداد في المباراة السابقة خسر من الشرطة 2-1، ونادي النفط تغلب على كربلاء بهدفين دون رد من أحمد صبري. ماشي الكرة بوسط الملعب، نقلة من أحمد لإميرسون سانتوس البرازيلي بوسط الملعب، تمريرة من إميرسون وصلت للحارس حسن عباس. هذا هو حسن يلعبها يا حسن، تمشي من حسن وللأمام حسن عباس وبالرأس تعود قريبة لمحمد أوتارا. يلا هذه كرة طويلة من محمد أوتارا وبالرأس تعود مرة أخرى تحت قدام اللاعب فاضل أولاديو يعقوب، عادت من حسن، حاول حسن داخل المرور بهذه الكرة من حسن داخل لاعب الخبرة، لكن هناك صافرة وخطر، وهذا هو وليد كريم يعترض على قرار وصافرة حكم المباراة. وليد كريم والطاقم أحمد كاظم حكم دولي، والمساعد ياسر هاشم المساعد الأول، ومحمد عياد المساعد الثاني، كذلك حكم درجة أولى، وأيضا الحكم الرابع ليث فرحان صاحب التولد 1994 هذا الموسم، عنده كذلك 8 مباريات، مباراتين حكم وسط و3 مباريات حكم فار و3 مباريات حكم رابع. الموسم الماضي حكم 25 مباراة، استاذ في جامعة بغداد كلية التربية والعلوم الرياضية ضمن حكام الأكاديمية الآسيوية، وكذلك ضمن الحكام الذين يمتلكون الرخصة الدولية للفار. بالتوفيق إن شاء الله لكل حكامنا المميزين يقودون المباريات في دوري نجوم العراق وكذلك في الدوري الممتاز. هذه عادت بوسط الملعب ولا المحاولة مستمرة، كذلك حكم الفيديو أوميد مصطفى من السليمانية، والمساعد لحكم الفيديو الدولي حيدر عبد الحسن، ومقيم الحكام أرسنال قادر. هنا الخطأ مصلحة اللاعب كرار علي، نظرات للكابتن باسم قاسم بما فكر الجنرال وما هي الخطة التي رسمها لأحداث الشوط الثاني بعد تغييراته. هل سيخطف النقاط الثلاثة لهذه المباراة؟ أسباب ستبقى هذه الندية ما بين أمانة بغداد ونادي النفط ويتقاسمون نقاط هذه المباراة، من يحصد ثمار المباراة والنقاط بجعبة من ستكون؟ هل بجعبة الكابتن باسم قاسم أم تكون من نصيب كتيبة المدرب وسام طالب؟ نترقب ثابتة ركلة حرة مباشرة لنادي أمانة بغداد في مكان
لابد أن يكون التركيز فيه حاضر، التركيز دائما ما يكون قبل التسديد. نبيل الصباح على التنفيذ من نبيل، وبتسديده قويه من مكان بعيد من ايمن، لكن انقطعت وعادت هي بوسط الملعب بهذه التمريره ماشيه والابعاد حاضر، تتخلص لتعود مره اخرى بوسط الملعب. هنا من افولابي يلعبها باتجاه اللاعب اسماعيل، من اسماعيل مرت اسماعيل وعادت بوسط الملعب، فما زالت مستمره الابعاد. ياتي وكرار، حاول بان يعيد الكره الى زميله لكنها طالت وغادرت ارضيه الملعب على اللاعب هذا هو عمر عدنان. ضاعت على اللاعب عمر عدنان وتستمر نديه المباراه، والتعادل يسيطر على احداث المباراه حتى الان. هل يكون التعادل الثالث خلال هذه الجوله من منافسات دوري نجوم العراق حساب الجولة الثامنة بعد تعادل نادي القاسم أمام نادي الحدود وتعادل نوروز أمام الكهرباء؟ هل يكون التعادل الثالث اليوم الثاني لحساب الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق؟ للأمام هذا ويعقوب، من أولاتيو يعقوب انقطعت، إيمرسون سانتوس يعيد الكرة لسامسونج دير، سامسونج دير لمحمد، أوتارا من محمد يلعبها للأمام ماشية الكرة أمامية، أوتارا تلعبها قريبة لصفاء جبار، صفاء جبار ينتظر بهذه الكرة من صفاء جبار، مرت يا صفاء جبار وتعود بأقدام اللاعب جاسم، محاولة العبور جاسم محمد من وسط الملعب، مر بهذه الكرة جاسم يمررها لي أولياتيو يعقوب يتأنى ينتظر أولياتيو لنبيل صباح، نبيل صباح محاولة العبور من نبيل ارتدت والإبعاد حاضر تنقطع لتعود مرة أخرى، بينما هناك صافرة وخطأ على اللاعب مصطفى بالكرة الماضية، ومحاولة جاسم كانت هي الأجمل في المباراة والأروع عندما مرر تلك الكرة للاعب نبيل، لكن نبيل لن يستفيد من الكرة، كاد أن يمر بالكرة الماضية لكن كانت هناك ملاصقة دفاعية مع اللاعب نبيل صباح. ترقب أحبتي، وإيمرسون يترك أرضية الملعب، سانتوس البرازيلي وأشراك اللاعب علي جمعة، علي جمعة يشترك بدلا من اللاعب إيمرسون في هذه اللحظات، علي جمعة بالقميص رقم 16 بديل، والتغيير الثالث لكتيبة المدرب باسم قاسم، طويلة وسط الملعب تتخلص وتعود من مصطفى، فلاح يحاول من مصطفى وسط الملعب لأحمد نعيم، نعيم يلعبها بالجهة اليمنى، هناك من وليد كريم وعادت بوسط الملعب، تمريرة من علي جمعة البديل يلعب هذه الكرة لأحمد صبري، وصلت للحارس حسن عباس، حسن عباس مدلل حارس اللي يمثل نادي القاسم هو واحد من الحراس المميزين، عدت طويلة أولياتيو من حسن داخل تنقطع وفي وسط الملعب عادت لحسن داخل يعيد الكرة للاعب محمد أوتارو طويلة وتعود برأسية اللاعب عديشاب، من عديشاب بوسط الملعب أحمد نعيم يحاول يعيد الكرة هناك باتجاه اللاعب حيدر لكنها غادرت أرضية الملعب، غادرت أرضية الملعب كذلك بعد ما غادر أرضية الملعب لاعب إيمرسون، وأيضا لكن اللاعب حيدر سين وعلي جمعة عدت للأمام، محاولة العبور بهذه الكرة والعرضية بالرأس، قول قول لا 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 لا، هناك الراية، هناك الراية يا أحمد صبري، الراية نعم هذه الإعادة ومحاولة العبور من أحمد صبري، وكانت الراية حاضرة من المساعد محمد اياد، هذا هو البديل حيدر حسين
بدلا من اللاعب اسماعيل جاكيتي وكرار علاء وإيمرسون وفاضل كريم هم اللاعبين اللي غادروا ارضيه الملعب. اولاديو يحاول بوسط الملعب من نبيل صباح. نبيل يقترب رويدن والعرضيه من نبيل وصلت لكن الابعاد من حسن داخل ابعاد خاطئ من حسن داخل وتتخلص من حسين طارق. ما زالت محاوله لامانه بغداد بهذه النديه من صفاء جبار تمشي الكره لعلي من حيدر وهنا احمد صبري بعد التدخل بالكره الماضيه. شاهد حاول بان يخطف الكره اللاعب احمد صبري والمرور من بين اللاعب صفاء جبار لكن صفاء يعترض طريق اللاعب احمد صبري والخطا في الكره الماضيه وهذه الاعاده لحاله الرايه والتسلل كانت واضحه وللامام تتهيأ بعد من صفاء جبار صفاء لجاسم جاسم يلعبها اولاتيو يعقوب من اولاتيو ومحمد افولابي انقطعت يا افولابي اوكيكي والخطأ لمصلحة اللاعب اولاتيو يعقوب يشكو اولاتيو يعقوب. ذكرنا عدة مواجهات جمعت الفريقين من موسم 2005 حتى موسم 2023-24 فاز نادي أمانة بغداد بثمانية مواجهات ما بين الفريقين مواجهات التي جمعت الفريقين واستطاع نادي النفط بأن يفوز بستة مواجهات وكذلك حضر التعادل بثمانية مواجهات ما بين الفريقين. تحدث عن نتائج جمعت الفريقين فوز نادي أمانة بغداد على حساب نادي النفط بموسم 2012 حقق الفوز نادي أمانة بغداد 2-1 بتلك النتيجة التي جمعت الفريقين يوم سجل تيسير عبد الحسن تيسير عبد الحسين وكذلك سجل لنادي بغداد حسين علي. هذه للأمام محاولة أمامية عدت وغادرت أرضية الملعب. تستمر ندية المباراة كذلك أيضا في مباراة موسم 2013 فاز نادي أمانة بغداد 1-0 ومسجل بتلك المباراة أمير صباح وبموسم 2013-4-2 سجل يومها مصطفى أحمد هدفين وعباس قاسم سجل هدف وكذلك فرانك سجل هدف تلك المباراة. ياسر عبد المحسن ومعتز هيلون سجلوا أهداف نادي النفط بتلك المباراة التي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدفين. هذه محاولة مستمرة تعود من جديد هنا للأمام ما زالت ندية اللقاء مستمرة والبحث عن الأهداف هل ستأتي الأهداف بهذه المباراة. هدف من جديد وعن نتائج كبيرة جمعت الفريقين كذلك 3-0 فاز نادي الأمانة في موسم 2014 يوم 4-6 يوم سجل اللاعب ستار جبار هدفين وبسام قابل سجل هدف في تلك المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وأيضا بنفس الموسم في 2014 يوم 1/10/3-1 انتهت المباراة يومها سجل اللاعب محمد الواكد هدفين وأيضا أحمد فاضل سجل هدف بينما الهدف الوحيد لنادي النفط سجله اللاعب علي عبيدة. نبيل يترك أرضية الملعب كابتن الفريق يغادر أرضية الملعب وعلى ما يبدو أيضا مصطفى سيترك أرضية الملعب. مصطفى فلاح ونبيل يغادرون أرضية الملعب. يشترك اللاعب ليث تحسين وأيضا محمد إبراهيم وليث تحسين يشتركون بهذه اللحظات. أحبة نلعب بالدقيقة 73 من أحداث المباراة والتعادل مستمر ما بين نادي النفط ونادي أمانة بغداد. لا شيء لنادي أمانة بغداد ولا شيء لنادي النفط. التعادل بالنتيجة البيضاء هو المسيطر على أحداث المباراة وندية اللقاء ما زالت مستمرة في مباراة اليوم.
ذكرنا بنتائج الجولة الماضية وذكرنا أيضا بنتائج الأمس، وهذه عدة تلعبات تتخلص، وما زلنا نتحدث بنتائج المواجهات التي جمعت الفريقين بعد ما وصلنا لمواجهة موسم 2014 يوم 1/10، وذكرنا 3-1 كانت لمصلحة أمانة بغداد، سجل محمد الواكد هدفين وأحمد فاضل هدف، وهدف نادي النفط سجله اللاعب علي عبيدة. بينما هنا الركنية، وبعدها نعود نكمل سلسلة الانتصارات لنادي أمانة بغداد التي جمعت الأمانة والنفط. الركنية لنادي النفط، هل يحقق الفوز السابع بتاريخ المواجهات بينما بين أمانة بغداد، أم ستبقى المباراة على حالها ويكون التعادل التاسع خلال مواجهات الفريقين؟ الركنية لمصلحة أمانة بغداد، ملعوبة الكرة من أحمد نعيم، ارتقاء من أحمد صبري، وغادر تربية الملعب، غادر تربية الملعب، ناسية اللاعب أحمد صبري. نعم التشتيت والكرات تهدر، هذه الركنية ورأسية أحمد صبري غادرت أرضية الملعب. مستمرة الفعل سلسلة المواجهات موسم 2015 يوم 10/2/1/0 سجل اللاعب مصطفى أحمد الهدف الوحيد، وكذلك محمد جبر بموسم 2019 أيضا بتلك المباراة التي انتهت 1-0 لمصلحة أمانة بغداد، وجبار كريم أيضا بموسم 2020 سجل الهدف الوحيد بتلك المباراة التي جمعت الفريقين. وها هي النتائج التي جمعت نادي أمانة بغداد ونادي النفط. نتيجة 1-0 حضرت 9 مرات خلال لقاءات الفريقين. هذه عادت من جديد، 4 مرات حضرت لمصلحة نادي أمانة بغداد. سلامة للاعب وليد، دخل بالكرة الماضية، والبطاقة الصفراء أكيد حاضرة من حكم المباراة. شاهد، هذا هو التدخل بالكرة الماضية ما بين اللاعب أيمن الرزيج واللاعب وليد كريم. نترقب هذه البطاقة الصفراء على اللاعب أيمن الرزيج. حذرنا من ارتكاب الأخطاء حتى لا نشاهد البطاقات الملونة. أحبتي بعد ما تحدثنا بنتائج نادي أمانة بغداد واللقاءات التي فاز بها نادي أمانة بغداد على حساب نادي النفط، نتحدث بلقاءات الفريقين وفوز نادي النفط خلال المواجهات التي جمعت الفريقين. موسم 2006 فاز نادي النفط 1-0 بتلك المباراة يوم سجل اللاعب علاء خالد، وكذلك بموسم 2013 تكررت هذه النتيجة 1-0 يوم سجل اللاعب جواد كاظم حنتوش بتلك المباراة، وأيضا بموسم 2017 هذه النتيجة تتكرر ويوم سجل اللاعب أيمن حسين بتلك المباراة التي جمعت الفريقين 2017 يوم 11-1 عدت وللأمام تعود مرة أخرى. يلا ماشية لنادي أمانة بغداد، مستمرة هنا المحاولة بوسط الملعب للأمام، وفي مباراة الإياب الذهاب انتهت تلك المباراة بموسم 2017 يوم 11-1، وكذلك في موسم 2017 يوم 10/8 أيضا 1-0 لنادي النفط فاز بتلك وبذاك الموسم ذهابا وإيابا، سجل في الذهاب أيمن حسين وفي الإياب سجل علي سعد. كذلك في موسم 2018 فاز نادي النفط 2-1 يوم سجل أيمن حسين ومحمد داود وخلدون إبراهيم من سجل لنادي أمانة بغداد، المساعد المدرب الحالي لنادي أمانة بغداد هو من سجل في شباك النفط بموسم 2018. هذه بوسط الملعب، هنا التمريرة، وآخر لقاء جمع الفريقين في موسم 2022 في دوري 21-22 سجل يومها علي رحيم الهدف الوحيد بتلك المباراة التي جمعت الفريقين. هذه للأمام محاولة مستمرة، هذه لقاءات الفريقين. نعم تكلمنا بالنتائج التي حققها نادي أمانة بغداد في شباك نادي النفط، وكذلك تحدثنا
بنتائج النفط والتي مزقت شباك نادي الأمانة. التعادل التاسع هل سيظهر خلال لقاءات الفريقين؟ 8 تعادلات كانت حاضرة خلال مواجهات الفريقين، التعادل سلبا من دون أهداف حضر مرة واحدة، والتعادل بهدف لمثله حضر بأربعة مرات، والتعادل بهدفين لهدفين حضر بثلاثة مواجهات بوسط الملعب. هنا المحاولة مستمرة، عادت والي عدي شهاب، هذا عدي شهاب، مرت من عدي، يستمر يا عدي شهاب ويأتي الإبعاد تتخلص. هنا حتى غادرت أرضية الملعب، غادرت أرضية الملعب، البحث عن الهدف والكل يبحث عن الهدف بهذه المباراة، لكن يا أحبة الهدف ما زال غائبا عن أحداث المباراة. الكل يتشوق بأن يشاهد هدف أول ويشاهد نقاط ثلاثة، فهل تكون النقاط الثلاثة لمصلحة أمانة بغداد أصحاب الأرض أو ستكون لمصلحة نادي النفط؟ تلقب ونشاهد، ذكرنا نادي النفط في الموسم الماضي احتل المركز 16 من ترتيب الدوري، دوري نجوم العراق ماضيا الدوري الممتاز، والآن دوري نجوم العراق. نعم أمور مختلفة عن الموسم السابق، الفار حاضر في هذا الدوري، ملاعب أكيد جميلة وصورة رائعة. هذه عادة، هنا المحاولة مستمرة من جاسم، يحاول من الجهة اليمنى من جاسم، عادة لصفاء، صفاء والعرضية حاضرة، صفاء وأولاتيو بعيد، بعيدة من أولاتيو، غادرت أرضية الملعب، غادر أرضية الملعب يا أولاتيو. شاهد هذه العرضية والإبعاد كان حاضر الكرة الماضية، فتستمر ندية اللقاء ما بين الفريقين حتى الآن، وما زلنا نشاهد هل يكون هدف قاتل خلال الدقائق العشر الأخيرة المتبقية أم سيتقاسمون نقاط هذه المباراة، تكون نقطة للنفط ونقطة لأمانة بغداد. بوسط الملعب من أحمد صبري، تتخلص من أحمد لعلي جمعة، ماشية بوسط الملعب من علي جمعة ومن حسين طارق أمامية، حسين طارق أوكيكي يلعبها والإبعاد حاضر، هناك أمين محمد، وصلت لي المدافع سامسون دير، من سامسون دير يلعبها للأمام، طويلة هذه الكرة من سامسون دير، يلعب الكرة أمامية سامسون دير، تمشي والإبعاد حاضر، تخلص من أمام اللاعب كرار. شاهد هناك اعتراض من الكابتن كرار على قرار حكم المباراة، وغادرت أرضية الملعب، كل شيء يمضي والعد يبدأ بأحداث الشوط الثاني في ملعب أمانة بغداد، وأمانة بغداد يعاني أمام النفط، والتعادل مستمر. كان من الممكن بأن يسجل نادي أمانة بغداد لكونه يلعب بأرضه بملعبه، وهنا النادي النفط يحاول بهذه الكرة تمشي بوسط الملعب، هي لي اللاعب صفا، من صفا جبار يعيد الكرة صفا، ولكن أوكيكي يحاول أن يخطف الكرة، الإبعاد حاضر من حسن عباس، حتى عادت يا حسن وبالرأس يبعثها اللاعب عمر عدنان، عمر عدنان تتخلص يا عمر وغادرت أرضية الملعب. هذا محمد أوتارا وتوجيهات الكابتن خلدون إبراهيم بوسط الملعب من أحمد صبري، وتمشي هنا تحت أقدام اللاعب ليث تحسين، من ليث تحسين تمريرة هناك لمحمد إبراهيم، محمد إبراهيم يحاول العبور بهذه الكرة لكرار، كرار لمحمد إبراهيم، عادت من إبراهيم لكرار مرة أخرى، كرار وطويلة من كرار وصلت لجاسم، جاسم من الجهة اليمنى، جاسم والعرضية حاضرة من جاسم، لكن تتهيأ هنا لكرار، ما زالت الخطورة قائمة بالنسبة لنادي أمانة بغداد، وبهذه المحاولة تعود حتى الآن حصار لكتيبة سود العاصمة. نعم تحاصر دفاعات النفط، وتعود الكرة هناك بخطأ وصافرة لحكم المباراة، سلامة اللاعب، خطأ بعد التدخل بالكرة الماضية ما بين اللاعب عمر عدنان واللاعب أحمد صبري،
او هذا ليث. وليد كريم سلامة اللاعب عمر عدنان. المباراة مستمرة بهذا الحال وبهذا الاداء متواضع بالفعل، الاداء متواضع وغائب عن الاهداف. ما زالت هي مفقودة بمباراة اليوم، بينما شاهدنا تغييرات المدرب باسم قاسم ولم نشاهد الاهداف، وشاهدنا تغييرات المدرب وسام طالب وكادري المساعد، لكن الاهداف مفقودة بمباراة اليوم. وعلى ما يبدو اذا استمرت المباراة بهذا الحال فاكيد سيتقاسمون نقاط هذه المباراة، اكيد ستكون هي نقطة ثمينة بالنسبة لكتيبة المدرب باسم قاسم من خلال مباراة اليوم ولحساب الجولة الثامنة من دوري نجوم العراق. الآن التعادل مستمر، الجولة الثامنة بدأت بالتعادلات، تعادل نادي القاسم أمام الحدود وتعادل نادي نوروز أمام الكهرباء، وحتى الدقيقة 85 ومباراتنا لهذا اليوم مباراة نادي النفط أمام أمانة بغداد ما زالت مستمرة بالتعادل. سلامة اللاعب عمر عدنان يترك أرضية الملعب بسبب الإصابة، وعلى ما يبدو ميلاد فلاح سيكون هو الحل للكتيبة البيضاء، كتيبة أمانة بغداد، وبدلا من اللاعب عمر عدنان. طويل الكرة من أحمد صبري، مرت هنا العرضية لكن الإبعاد حاضر، تعود مرة أخرى لأحمد صبري وجاسم محمد بملاصقة مع اللاعب أحمد صبري حتى غادر تغطية ملعب وركنية لمصلحة نادي النفط. نعم ميلاد، ميلاد فلاح بدلا من عمر عدنان. عمر عدنان ترك أرضية الملعب بسبب الإصابة، السلامة لعمر. وميلاد فلاح هذه الركنية لنادي النفط، للنفط، بينما حكم المباراة شاهد يتكلم مع اللاعب أحمد النعيم ويقول ضع الكرة في مكانها يا أحمد نعيم. والركنية للكتيبة الخضراء لنادي النفط بهذه الدقائق وبالدقيقة 86 من أحمد نعيم، ملعوبة للكرة لكن للحارس حسن، حسن عباس شاهد هذه العادة، الكرة وصلت للحارس حسن عباس مدلل. تستمر المحاولات تبادل هذه الهجمات، عادت من جديد لنادي أمانة بغداد من إبراهيم يلعبها لميلاد، ميلاد البديل، اللمسة الأولى لميلاد، ميلاد لكن غادرت أرضية الملعب. وتستمر ندية المباراة بقمة هذا اللقاء أحبتي حتى الآن، والتعادل مستمر. أيمن رزيج يلعب الكرة بوسط الملعب، يا أيمن عادت ولكرار، كرار يمشي، كرار يحاول التوغل بهذه الكرة بالعرضية من كرار، الإبعاد من اللاعب حسين طارق وتعود من حسين اللي تمشي بأقدام أحمد صبري. هنا أحمد صبري يحاول العبور، مر من اثنين، مر من الثالث، هل يعدي على ميلاد؟ لكن ميلاد وصبري وأحمد صبري يقول لا 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 تختبر صبري، ميلاد صبري، وهنا ميلاد يا ميلاد وأحمد صبري خلاص يقول لا تختبر صبري، مر من بين ثلاثة لاعبين وكادت أن تكون العرضية، لكن ميلاد يحترز الطريق ويقول تراجع يا أحمد صبري. فالمباراة على وشك الانتهاء ولا نريد أن نهدر ونخطأ بهكذا دقائق متبقية لنهاية المباراة، فنريد الأمور تبقى سليمة. نعم بهذا الود وبهذا الأداء وبهذه النتيجة، التعادل عادل حتى الآن ما بين أمانة بغداد ونادي النفط. وصلت بوسط الملعب إبراهيم يلعب بوسط الملعب، هناك خطأ صافرة حكم اللقاء هذا وكابتن الفريق الذي اشترك منذ لحظات، اشترك اللاعب ميلاد فلاح. وأمامية طويلة تصل سهلة هذه للحارس مصطفى طارق، يا مصطفى وبالرأس
تعود من احمد صبري، تصل لوليد كريم، وليد اوكيكي لكن انقطعت، افولابي اوكيكي، تعود مره اخرى من احمد صبري في وسط الملعب بعد تمريره اللاعب علي جمعه، عادت من صفاء جبار، صفاء يلعبها من صفاء وتمشي لكرار، كرار ما فيها شيء، علي جمعه يلعب هذه كره تنقطع والابعاد حاضر، عين المتابعه والمراقبه، لكن هناك احمد نعيم مع اللاعب ابراهيم. ابراهيم لسامسونج دير، سامسونج دير يلعبها للامام وتتهيأ من وليد كريم، لكن وصلت هناك قريبه من المدافع وتمشي للاعب محمد ليعود اي شاب، وهناك صافره وخطأ. صافره حكم المباراه وبطاقه صفراء اخرى تشهر من حكم اللقاء احمد كاظم، هذه المره على المدافع سامسونج دير. سامسونج النيجيري، نعم تدخل بقوه من هذا المدافع مع اللاعب كرار علي، وبطاقه صفراء كانت مستحقه حكم المباراه على هذا المدافع بعد التدخل بقوه بالكره الماضيه. ثابته لمصلحه امانه بغداد، واذا احبتي ما زلنا نترقب ونشاهد ونلعب بالدقيقه الاخيره من احداث الشوط الثاني للمباراه، هذا عدا الوقت الاضافي عدت وهنا مستمره لتكون العرضيه حاضره طويله، وصلت ومن راس من جاسم، لكن الارتقاء والصعود الجميل للحارس مصطفى طارق، يخطف الكره من امام لاعبي نادي امانه بغداد، وتستمر هذه النديه لحيدر حسين، انقطعت من حيدر وتمشي من علي، علي يعيد هذه الكره من محمد، محاولات مستمره والبحث عن هدف اول يا ليث، تحسين 4 دقائق كوقت اضافي، جول اول بوقت قاتل، نعم ياتي اول اهداف المباراه، الهدف القاتل في الوقت القاتل، اسود العاصمه تزهر الاسود بملعب الامانه بالهدف الاول بالمباراه بعد محاولات استمرت، جاء الهدف الاول يفاجئ الجميع ويفاجئ باسم قاسم، جاسم يسجل الهدف الاول في المباراه بالوقت القاتل بالوقت الاضافي، شاهد هذه تمريرة كرار علي، لكن جاسم نعم يأتي من الخلف ويفاجئ المدافعين ويخطف الكرة ويسجل أول أهداف المباراة، جاسم محمد بعد معاناة الانتظار وطال الانتظار، الآن جاء الانتصار بأقدام اللاعب جاسم محمد، يسجل الهدف الأول بالوقت الإضافي في الدقيقة 90، نعم يسجل الهدف الأول في المباراة، 1 لأمانة بغداد، لا شيء لنادي النفط بعد محاولات نفطية عديدة منذ الشوط الأول وحتى الآن، لكن لن يتمكنوا من التسجيل، وتمزيق شباك الحارس حسن عباس حتى نجح اللاعب جاسم محمد وسجل الهدف الأول لنادي أمانة بغداد، هل يكون الفوز الثاني لنادي أمانة بغداد خلال الجولة 8؟ شاهد يأتي من خلف المدافعين ويخطف الكرة من أمام اللاعب حسين طارق ويسجل الهدف الأول، هل يكون هدف الفوز؟ وتكمل فرحة أمانة بغداد بهذا الفوز وبهذه النقاط الثلاثة، نترك نعم حتى الآن كما ذكرنا المستويات دائما ما تكون متقاربة بين الأندية، ولا تحزر تلعب حتى 90 دقيقة، وتشاهد هنا من حاول بندية كبيرة، من حاول الوصول لمرمى الفريق المنافس لكن لم ينجح بالتسجيل، والآن أمانة بغداد بكرة مباغتة مخادعة للمدافعين تسجل هدف، وعلى ما يبدو ستنهي الأمور، لا 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 شيء مستحيل، ممكن
خلال الدقائق المتبقية من الوقت الإضافي ممكن يأتي التعادل، لكن هنا المحاولة وخروج للحارس حسن عباس. هذا هو حسن عباس، جاسم محمد يسجل الهدف الأول والوحيد خلال 90 دقيقة المباراة، فقدت الأهداف وكانت غائبة الأهداف، لكن جاسم محمد أيقظ المباراة، حرك المياه الراكدة بهذه المباراة بتسجيل للهدف بالوقت الإضافي. نعم 4 دقائق هي كوقت إضافي، وأضاف الهدف الأول والوحيد، وثواني متبقية بالعد التناسل المتبقي لهذه المباراة. نادي أمانة بغداد هل سيقفز بسلم الترتيب ويرتقي بالسلم ويكون الانتصار الثاني من خلال الجولة 8 من دوري نجوم العراق؟ هل سيكون برصيده 7 نقاط عند 4 نقاط؟ وفي حال فوزه بهذه المباراة ستكون عنده 7 نقاط برصيده. تغييرات للكابتن سام بهذه اللحظات، سيف رشيد ماشي هذه الكرة، هناك لكرار، كرار اللاعب اللي صنع الهدف الأول والوحيد في المباراة بعد ما ساهم بالعديد من المحاولات، هذه غادرت. كل شيء مستمر. فاجأت نعم وأدهشت الكابتن باسم قاسم، كان من الممكن وكان القريب بالمحاولات التي شاهدناها خلال الشوطين، نادي النفط قدم معطيات جميلة وكان قريب من التسجيل، وكادت أن تنتهي المباراة ويتقاسمون هذه النقاط، لكن كرة القدم ما فيها أمان، ما فيها أمان. مبروك 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 لنادي أمانة بغداد، 3 نقاط ثمينة في وقت قاتل. مبارك لأسود العاصمة، هارد لك لنادي النفط. شكرا للفريقين، قدما مباراة جميلة، مباراة ممتعة. ألتقيكم في يوم آخر ومباراة أخرى على بركة الله. أنا محدثكم حسين السعدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.